من حوالي أسبوع وفي سابقة نادرة تحصل كل يوم عادي يعني، بلاحة الرئيس السيسي قرر أنه يرفع سعر سلعة، والدور المرة دي كان على أنبوبة البوتاجاز. وبكده يبقى السيسي ما شاء الله قدر في وقت قياسي يحقق إنجاز كبير قوي محدش عمله قبله، وهو أنه رفع سعر كل السلع اللي موجودة في البلد مرة واثنين وثلاثة، وغالبا آخر ما هيزها من اللي موجود هيخلي الهيئة الهندسية في القوات المسلحة تخترع سلع جديدة وتنزلها السوق مخصوص عشان السيسي يرفع سعرها. ما تشرب شيء. خلاص. بس الحقيقة ان انبوبة البوتاجاز تحديدا من السلع اللي محيرة السيسي شوية ومش قادر يفهمها لحد دلوقتي. يعني هو متعود طول عمره انه يدور على اللي بيهم الناس ومفيد لحياتهم ويبدأ يعكنن عليهم فيه. دي السياسة بتاعته من يوم ما وقع من على النخل. يعرف مثلا ان هم معتمدين في اكلهم وسد جوعهم على رغيف العيش يوم ما يسكتش، ويطلع على الرغيف ده يمسكه وما يسيبهوش الا هو مخسسه النص وشايل عنه الدعم. يسمع ان الناس بيركبوا المترو يقوم رافع سعر التذاكر، يشوفهم قاعدين في بيوتهم يقوم هددها بقانون التصالح ورميهم في الشارع، ياخد باله ان لسه في مواطنين بيشتغلوا وبيقبضوا يروح فارض عليهم ضرائب ورسوم عشان تاكل مرتباتهم، يلاقي ناس لسه عايشين يقوم مموتهم كده يعني. بس موضوع الانبوبه ده بقى هو مش عارف يفهمه ولا قادر يستوعب هم الناس بيشتروها ليه وبيعملوا ايه بالبوتاجاز. معقول يكونوا بيطبخوا عليه مثلا؟ يعني المصريين لسه معاهم فلوس يطبخوا وكمان ليهم نفس ياكلوا بعد اللي الرئيس بيعملوا فيهم؟ لا طبعا مستحيل. الكلام ده لو طلع صح مش بعيد السيسي يتجنن ولا يموت بحسرته عشان تعبه كل السنين اللي فاتت دي راح هدر. طب امال بيعملوا بالانبوبه ايه؟ يكونوش بيشموا البوتاجاز اللي فيها عشان يدوخوا وينسوا المراره اللي الرئيس معيشهم فيه؟ ورغم ان الموضوع محير بس الرئيس ما وقفش عنده كتير وقال لك مش مهم بيستخدموا الانبوبه في ايه، ان شاء الله يكونوا بيجيبوها عشان يخبطوا دماغهم فيها، المهم انها سلعه الناس بيشتروها، يبقى خلاص نرفع سعرها على طول مش محتاجه تفكير يعني. طب الرئاسة اتقل شوي، الانبوبه دي المفروض انها سلعه مدعومه يعني، واللي بيستخدمها محدود الدخل والفقراء، وانت رفعت سعرها قبل كده كذا مره. السيسي قال ايه يعني نرفع سعرها كمان مره عادي؟ هي يعني الانبوبه هتعترض مثلا ولا هتنفجر لو زودنا سعرها شويه؟ وبعدين لو ما كناش نرفع سعر الحاجه اللي الفقراء بيستخدموها امال نرفع سعر ايه؟ الكافيار مثلا ولا السيمون في مي عشان نزعل المليارديرات مننا بقى ونقرفهم في عيشتهم ونضيع الابتسامه اللي على وشهم؟ على الاقل الفقراء كده كده قرفانين، فلما نقرفهم زياده مش هيبان عليهم. وبعدين تعالوا هنا، هو مش البوتاجاز ده برضه سلعه بتروليه؟ واحنا من 2014 قررنا نرفع الدعم عن كل السلع دي حسب أوامر معالي الباشا صندوق النقد الدولي اللي بيصرف على البلد، ومن ساعتها واحنا عمالين نزود سعر البنزين كل يوم خميس. امال مالكم مستغربين المره دي ليه يعني؟ اتكل على الله حكومه واستهدي بالله وارفعي سعر الانبوبه. والحكومه على طول ما كدبتش خبر ونزلت قرار رسمي برفع سعر انبوبه البوتاجاز المنزليه 5 جنيه عشان تبقى ب 70 جنيه، ورفع سعر الانبوبه التجاريه 10 جنيه عشان سعرها الجديد يوصل ل 140 جنيه. والقرار اتطبق فعلا الاسبوع اللي فات، والرئيس انبسط ونام مرتاح الضمير وحس انه عمل اللي عليه، وبدأ يدور بكل حماس على سلعة جديدة عشان يرفع سعرها. وعموما يعني من ساعة ما وباء كورونا دخل البلد والسيسي مركز قوي في موضوع زيادة الأسعار ده بشكل مريب، وكل 5 دقايق يقوم رفع سعر منتج أو شايل الدعم عن سلعة، تقريبا كده هو فاهم الموضوع غلط وما يعرفش إن كورونا ده وباء بيعدي الناس وبيوقف شغلهم وبيفقرهم زيادة. هو فاكر إنه حاجة حلوة ومفيدة وبيوزع على الناس فيتامينات كده مش فيروسات، عشان كده بينتقم منهم وبيرفع عليهم الاسعار. معظم المصريين اللي بيستخدموا انبوبه البوتاجاز بيبقوا ناس على قد حالهم ساكنين في الاقاليم والمناطق العشوائيه والحياة الفقيره، لان هي دي الاماكن اللي الحكومه لسه ما تعبتش نفسها وهزت طولها ووصلت لها غاز طبيعي عشان مكسله شويه وبتقرف تروح حتت بيئه زي دي. الناس دول هم اللي بيقعدوا يلفوا عشان يلاقوا انبوبه، وبيقفوا في الطوابير قدام المستودعات في عز الشمس بالساعات لحد ما دماغهم تسيح عشان ياخدوها. هم دول بقى اللي الحكومه رفعت عليهم السعر 5 جنيه بحالهم، وهم اساسا مش طايلين المليم وبيجيبوه بالعافيه. بس بالامانه يعني الحكومه كتر خيرها ما رفعتش السعر وسكتت كده، لا دي قالت ان في اسباب قويه جدا خلتها تضطر اسفه انها ترفع سعر الانبوبه على الناس الغلابه، واهم سبب هو زياده سعر البترول في العالم. الساده المسؤولين في وزاره البترول بيقولوا ان سعر خام برنت ضرب في السماء، والبرميل منه وصل ل 80 دولار بحاله، وما بيبقاش مليان على الاخر زي زمان، والله دنيا تقل خيرها خالص. والزياده دي رفعت سعر البوتاجاز على الحكومه، خصوصا انها بتستورد حوالي نص احتياجات السوق المحلي من بلاد بره. فتعمل ايه الدوله بقى وتجيب فرق السعر ده منين؟ تروح تستلف مثلا ولا تشحت على اخر الزمن؟ احنا بنستلف ونشحت طول الوقت عادي، بس اكيد مش هنروح ناخد فلوس الشحاته اللي اتزلينا عشان صندوق النقد يرضى يديها لنا دي
ونصرفها على انابيب البوتاجاز. يعني احنا عندنا عاصمه اداريه عاوزين نشطبها سوبر لوكس بسرعه عشان الرئيس عمال يفرك ومش قاعد على بعضه وعاوز يروح افتتاحها في اقرب فرصه. طب نبطل نستورد بوتاجاز لحد ما السعر ينزل عشان الانابيب تشح وتحصل ازمه في البلد والمواطن يدوخ السبع دخات وما يلاقيش انبوبه؟ لا طبعا، الرئيس السيسي مستحيل يقبل بكده. لازم كل المنتجات تكون متوفره في السوق قدام المواطن. كون بقى ان المواطن معهوش فلوس يشتريها عشان احنا زودنا سعرها فده مش مهم، المهم انها تكون متوفره، مش لازم يشتريها يعني، كفايه اول ما يتفرج عليها. ولما الحكومه لقت انها مش هينفع تدفع فرق السعر من معاها وفي نفس الوقت مش هتقدر تبطل تستورد بوتاجاز، قعدت تعصر دماغها لحد ما لقت حل جديد وبره الصندوق وبتعمله كل يوم عادي، وقررت انها تشيل المواطن جزء من زياده الاسعار العالميه اللي حصلت وترفع عليه سعر الانبوبه. امال هنشيلها لمين يعني؟ ما احنا مفيش قدامنا الا المواطن، لو في حد تاني غيره ينفع نقرفه ونمرر حياته شاوروا لنا عليه، بس للاسف مفيش والله، احنا دورنا كويس. على الناحيه التانيه الناس المتضررين من زياده سعر الانبوبه شايفين ان دعم انبوبه البوتاجاز ده حقهم، على اعتبار يعني انهم مواطنين في البلد وبيدفعوا الضرايب اللي نازله ترف عليهم كل يوم، والمفروض ان الدعم ده يحميهم من التغيرات والتقلبات اللي بتحصل في الاسعار العالميه. فمش معقول كل ما سلعه بنستوردها سعرها يزيد المواطن هو اللي يدفع ثمن الزياده دي. امال يبقى ايه لازمه ام الدعم بقى؟ مسؤولين وزاره البترول لما سمعوا الكلام ده ما هديوش برضه، وسابوا البريمه اللي شغالين فيها وراحوا غسلوا ايديهم مطرح الجاز ونزلوا تصريحات قالوا فيها للمواطنين اقفوا معوجين واتكلموا عدل. صحيح احنا شلنا الدعم عن المنتجات البتروليه وحررنا سعرها، انما انبوبه البوتاجاز دي بقى تحديدا لسه بندعمها بشكل كبير جدا وبنصرف عليها اضعاف السعر اللي بنبيعها بيه عشان خاطر عيون المواطن الغلبان محدود الدخل. بس مش هنقدر كمان نتحمل الزياده العالميه، لازم المواطن يخلي عنده دم ويشيل معانا شويه، احنا ما خلفناهوش ونسيناه يعني. المشكله في زياده سعر انابيب البوتاجاز انها هتاثر على اسعار سلع تانية وهتاخدهم وترفعهم معاها لفوق، لان في منتجات كتير بتعتمد على البوتاجاز زي الدواجن مثلا اللي معظم مزارعها نظام التدفئه فيها شغال بانابيب البوتاجاز، وده معناه ان سعر الفراخ هيزيد هي وحاجات كتير غيرها الفتره الجايه. احنا سلو بلدنا كده، مفيش سلع عندنا بترضى تطلع لوحدها، لازم تاخد سلع تانية معاها تونسها. يعني الموضوع مش هيقف على 5 جنيه اللي زاد، الزياده دي هتتوغل وتنتشر وتتسرب لسلع كتير بتهم المواطن. يعني في مرار متوقع جاي للناس في الطريق بسبب رفع سعر البوتاجاز. طب هل فعلا الدوله غلبانه ومظلومه يا عيني وكانت مجبره على الزياده دي بسبب الاسعار العالميه، ولا هي بتستهبل كالعاده وكان في ايديها حلول تانية كتير تقدر تعملها من غير ما تشيل المواطن الجعان زياده جديده؟ خبراء قطاع البترول ربنا يطول عمرهم شايفين ان الدوله بتستهبل ان شاء الله، وكان في ايديها انها تحمي نفسها والمواطن من الارتفاع اللي بيحصل في اسعار البوتاجاز العالمي. طب ازاي بقى خبرة؟ بيقول لك ان الدوله عندنا ما شاء الله بقى لها كام سنه كل يوم الصبح تصحينا على خبر انها اكتشفت حقل غاز جديد، وكل ما تمشي في حته تحفر تحت رجلها تلاقي بير مليان غاز على اخره، وده خلى فيه نشاط كبير حصل في انتاج الغاز وبيعه وما بقيناش ملاحقين على تصديره، وبنطلع منه على بلاد بره كل يوم اكتر من 1.6 مليار قدم مكعب من محطات الاساله اللي في ايدكو ودمياط، والتصدير ده بيدخل لقطاع البترول والحكومه دولارات بالكوم. كان المفروض ان الفلوس دي بقى تتوجه لدعم البوتاجاز وسد الفجوه اللي بتحصل بسبب تغيرات الاسعار العالميه، وبالتالي ما كناش هنحتاج نرفع السعر على المواطن. مش بس كده، الدوله كان عندها فرصه كبيره في الكام سنه اللي فاتوا انها توصل للاكتفاء الذاتي في انتاج البوتاجاز لو خدت جزء من الفلوس اللي بتستلفها دي وعملت بيها مشروعات لتكرير الوقود، وده كان ممكن يقلل بشكل كبير حجم اللي بنستورده من البوتاجاز وما كناش هنبقى تحت رحمه الاسعار العالميه. بس طبعا زي ما قلنا قبل كده الدوله ما عندهاش استعداد تصرف على مشاريع استراتيجيه تخدم المواطن واحتياجاته، احنا عندنا اولويات اهم بكتير نصرف عليها زي الكباري مثلا، دي حاجه حيويه جدا ومهمه لحياه الانسان، لان الابحاث اللي عملها السيسي هو ولواءات اصحابه اثبتت ان المواطن ما يقدرش يعيش من غير ما يطلع في اليوم 4 كباري على الاقل. وزي المونوريل، ما احنا اكيد ما كناش هينفع نقعد في بلد ما فيهاش قطار فائق السرعه متكلف اكتر من 350 مليار جنيه. بص احنا ممكن ما نلاقيش ناكل ولا نشرب عادي يعني نستحمل، انما نعيش من غير مونوريل اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وبعدين اساسا ايه اللي يجبر الدوله انها تفكر او تلاقي حلول او توجه فلوس التصدير للدعم او تعمل مشروعات او توجع دماغها؟ مفيش داعي لكل ده، ما المواطن موجود اهو الحمد لله، يشيل هو الزياده عادي ويفتقر ويجوع اكتر، ما يجراش حاجه، ان شاء الله لما المواطن ده يختفي من الوجود ونخلص منه، ساعتها نبقى نفكر بقى في حلول تانية. ولحد ما نشوف السيسي هيشيل المواطن ايه تاني الفتره الجايه وهيرفع سعر ايه، فمعنى اليوم حدود، العمده الظالم ميمون الطربش اللي ياكل مال النبي كان هيتجنن يابا الحاج وعقله هيشت، ومش على حامي ولا على بالي، والسبب في اللي هو فيه عمده البلد اللي جارنا الحاج عسال. عمدتنا بقى كل ما يفتح جورنال يلاقي صورة عسال فيها، مرة وهو قاعد وسط عيال المدرسة بيكرمهم لما خدوا الإعدادية، ومرة وهو وسط الفلاحين بيحتفل معاهم بحصاد القمح،
والسنابل الذهب مزهزهه حواليه في الصوره، والغيظ ياكل في بدن العمده يا ابو الحاج. وبقى كل ما يشوف ورقه جورنال فيها صوره عسال يركبه 100 عفريت ويهم يقطع الورقه 100 حته زي المجذوب، والعمده بقى هيموت وصوره تنزل زي عسال وياخد اللقطه. بس ازاي يا ابو الحاج؟ احنا من الاساس ما حدناش مدرسه في البلد عشان يتصور مع تلامذتها، والارض عندنا لا بيتزرع فيها قمح ولا قطن ولا حتى برسيم، والحكايه تفضل شاغله بال العمده لحد ما في يوم كان بيتمشى مع شيخ الغفر ابن البلد. قوم العمده يقول له وايش بعدها يضع عوضين، انا عاوز صورتي تنزل في الجورنال وانا بعمل انجاز مع اهل البلد باي شكل، اشمعنى يعني العسال ابن الحرام ده؟ قوم عوضين يقول له انا عندي فكره جناب العمده، احنا نعمل شادر طويل عريض ونفرش صواني الفته واللحمه على مدد الشوف، ونجيب اهل البلد كلاتهم ياكلوا وتتصور معاهم ويدعوا لك وصورك تملك جرايد كلاتها. والعمده يسمع الكلمتين من هنا ويمرجح ايده وينزل بيها على ساحنة شيخ الغفر، صفخص عليك عيل مطن. ولما اهل البلد يشبعوا وبطونهم تتملأ اعودهم على الجوع تاني ازاي؟ ولا انت عاوزني افتح عينيهم على الاكل بعد ما خلاص نسيوه من سنين وياه؟ عاوز تخل بنظام البلد يا ابن صراصير الغيطان؟ قوم عوضين يقول له خلاص يا جنابه، انت تبدا في بنا مدرسه، قوم لما تتبني والعيال تخشها وينجحوا تتصور معاهم وهم ماسكين الشهادات. قوم العمده يمرجح رجله زي اللي هيشوط بلن ويضرب بيها شيخ الغفر في مصلحته. قوم الواد يتكف على وشه، يا ابن الخسعه هو انا لسه هستنى كل ده؟ انا عاوز اتصور دلوقتي مش بعد ما اشيب يا ابن فران الجرن. الاكاد ابو الحاج وهم لسه ماشيين العمده يلمح بطرف عينه الترعه القبليه الناشفه. قوم يسال شيخ الغفر هي الترعه دي مقطوع عنها الميه ليه؟ قوم شيخ الغفر يفكر ما هو اصل العمده من كتر المصايب اللي بيعملها بقى بينسى. اصل الحكايه يا ابو الحاج ان العمده كان رايد يشتري كام حته ارض في الناحيه لاجل ما يضمهم لاسطبل خيله. قوم الفلاحين تعند ما ترضاش تبيع. قوم العمده يدي امر بقطع الميه عن الترعه القبليه لاجل ما تنشف، والفلاحين ما يلاقوش ميه يروا بها ارضهم. قوم المحاصيل تموت والارض تبور ويطاطوا ويدوا ارضهم للعمده برخص التراب. والعمده لما يسمع الحكايه من عوضين يدي امر بفتح الميه من تاني لاجل ما الترعه تتملى ميه زي زمان. والكل كليله بقى يقول ان العمده عاوز الفلاحين يرجعوا يزرعوا تاني والمحاصيل تزهزه لاجل ما يتصور معاهم صوره الحصاد. بس اللي كان في دماغ العمده غير كده. اللي يحصل يا ابو الحاج ان الميه لما ترجع الترعه عيال البلد يرجعوا من تاني يتصعبطوا على الشجر وينطوا في الترعه لاجل ما يبلبطوا زي زمان. عنها يوم والتاني والعيال تسخن وترجع واهاليهم يطلعوا بيهم على الاسبيتاليا. قوم يلاقوا البلهارسيا بترعى في جتت عيالهم، وده اللي العمده كان مخطط له ومستنيه. ساعتها بس ابو الحاج العمده ياخد جرجس المصوراتي ويطلع بيها على الاسبيتاليا وياخد العيال العيانه في حضنه ويقول قدام الكل انه متكفل بمصاريف علاجهم لحد ما يقوموا بالسلامه، والاهالي تدعي للعمده وجرجس يصور، والموضوع يتعرف في كل حته. ومفيش يومين الا ونلاقي صوره العمده مع العيال العيانين نازله في الجرايد، ونقول للواد حكشه صابي القهوجي اقرا لنا هاد مكتوب ايه تحت الصوره. قوم حكشه يمصمص شفايفه ويقول مكتوب العمده الاب الحنين الوطني اللي مفيش منه يتكفل بعلاج ولاد بلده ويقضي على مرض البلهارسي. ونسمع الكلام ده ونبص لبعض ومحدش ينطق، ما احنا عارفين اللي فيها بالحج غيرش في ناس بتنسى. ونشوفكم على خير ان شاء الله.